بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 156، 156 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهما الله تعالى. ونحن نقرأ منه بطريقة تشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. ونحن نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 601 من الجزء الثاني الذي هو نفسه المجلد الثاني. كنا بدأنا الحديث عن أحكام الصيام، هذه العبادة الكبرى التي تعتبر رابع أركان دين الإسلام العظيم. وصلنا إلى عنوان فصل تعيين النية لصيام رمضان. فصل تعيين النية لصيام رمضان. طبعا كلمة فصل كما قلنا مرارا هذه من صنيع المصنف الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، يفصل بها بين فقرات الكتاب، لكنه لا يضع إلا العناوين الرئيسة للكتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام وهكذا. والعناوين الفرعية أحيانا يضع بعض العناوين الفرعية الكبرى، أما في الغالب ما بين الفقرات يفصل بكلمة فصل. جاء محقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي جزاه الله خيرا، فوضع لنا هذه العناوين الفرعية لكل فقرة من هذه الفقرات، ووضعها بين معقوفتين للتمييز بينها وبين كلام المصنف، يعني حتى يميز كلامه كمحقق عن كلام المصنف، وهذا هو الصواب. طبعا هو وضع هذه العناوين الدكتور محمد الزحيلي مجتهدا، بعد أن قرأ بتدبر وتمعن هذه الفقرة يضع لها العنوان المناسب من وجهة نظر، وهذا فيه تسهيل دراسة الكتاب علينا وعلى أجيال طلبة العلم إن شاء الله تعالى الكريم. تعيين النية لصيام رمضان، إحنا قلنا بالنسبة لصيام الفريضة والصيام الواجب كصيام النذر وصيام الكفارة لابد من تحقيق النية في الليل قبل طلوع الفجر، تمام، لا بد من تثبيتها وعقدها، والنية محلها القلب. وقلنا في المحاضرة الماضية إنه صيام التطوع، صيام النافلة، يمكن أن يعقد الصائم النية من الليل وهذا الأفضل، وممكن أن يعقد النية بعد طلوع الفجر الصادق إلى ما قبيل الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء، ما دام أنه لم يأكل أو يشرب أو يجامع بعد طلوع الفجر الصادق. الآن بالنسبة لنية صيام رمضان تحديدا، وهو أهم الصيام الواجب، وهو الصيام اللي يعتبر الركن الخامس، الركن عفوا الركن الرابع، الركن الرابع من أركان الإسلام أيها الأحباب، ليس يعني صيام النافلة، تمام، ولا صيام الكفارات وصيام النذر، إنما هو صيام شهر رمضان المبارك. فصيام شهر رمضان المبارك على البالغ القادر من المسلمين غير المسافر، من غير المسافرين وغير المرضى، هذا فرض، بل هو من أعظم الفروض لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام. طيب ماذا عن النية لصيام رمضان؟ نقرأ ماذا كتب الإمام الشيرازي بارك الله فيكم من أعلى صفحة 601.
قال لك ولا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية، يعني أن يعقد أن يصوم رمضان، تمام، وهذا لابد أن يكون من الليل. الآن هل تكون نية واحدة لكل الشهر، ولا نية واحدة في أوله، ولا نية لكل يوم في ليلته السابقة له عنه؟ وناقشنا هذا وقلنا مذهب الإمام الشافعي والشافعية أنه لا، أنه كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك يعتبر عبادة مستقلة بذاته، فيحتاج إلى نية مستقلة له، ومكانها في الليلة السابقة لنهار رمضان، لنهار ذلك اليوم من أيام رمضان. ففي الليلة السابقة لليوم ينوي صيام اليوم التالي من رمضان، والنية محلها القلب، تمام. الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى أنه وافقه بعض الشافعية، رأى أنه شهر رمضان المبارك كله يعتبر عبادة مستقلة بذاتها ووحدة واحدة، ففي أول ليلة من ليالي شهر رمضان ينوي المكلف أن يصوم شهر رمضان في هذا العام فرضا لله تعالى، والنية محلها القلب كما قلنا. والذي ينصح به أنه المسلم يجمع بين الأمرين من باب الاحتياط، والعبادة مبناها على الاحتياط عموما. ففي أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك ينوي أن يصوم شهر رمضان لهذا العام لله تعالى فرضا عليه، وفي أول ليلة أيضا ينوي أن يصوم اليوم التالي من رمضان اللي هو اليوم الأول، ويكرر هذه النية في كل ليلة من ليالي رمضان ينوي اليوم التالي. فإذا ما حصل أن نسي يوما من أيام رمضان أو غفل، فالنية التي في أول الشهر على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى تجزئه إن شاء الله تعالى الكريم. لكن لاحظوا، لا بد من النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصريح المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية قلنا مرارا أيها الأحباب أنها تميز العبادات عن بعضها البعض، وتميز العادات عن العبادات. فصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، لكن هذه لها وقتها وهذه لها وقتها، رغم أنه كل من الصلاتين في النهار وصلاة سرية، تعتبر صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن لا بد من النية لتمييز العبادات عن بعضها، ولا بد من النية لتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد والنظافة مثلا، تمام، وهكذا لتمييز العبادات عن العادات. ولا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية، وهو أن ينوي أنه صائم من رمضان لأنه فريضة. قال في الحاشية: هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع جميع الأصحاب إلا وجها عن الحليم أنه يصح بنية مطلقة، وهذا الوجه شاذ مردود. وصفة النية المجزأة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد من أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. هذا كلام الإمام النووي في المجموع، وعليه تعويل المحقق في بيان كثير من الأمور المتعلقة بالمتن، على اعتبار الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح كتاب المهذب الذي بين أيدينا شرحا وافيا مفصلا في كتاب المجموع الذي وصل فيه إلى كتاب البيوع، يعني من أول الطهارة لكتاب البيوع، هذا من شرح الإمام النووي للمهذب. بعد ذلك أكمله السبكي الأب ثم الابن ثم المطيعي من المعاصرين. على أي حال، الإمام النووي محقق المذهب الشافعي، فكلامه يعني هنا له مكانة مرموقة في بيان المعتمد للفتوى في المذهب. فإذا قال لك لا بد أن ينوي أنه صائم من رمضان لأنه فريضة، فالنية التي ينبغي أن يحققها في كل ليلة من ليالي رمضان لصيام اليوم التالي، لابد أن يحقق نية صيام رمضان ما دام أنه في رمضان. طبعا اللي قال لك أنه يكفي نية صيام يوم غد من بعض الشافعية، قال لك لأنه هو في رمضان، ورمضان لا يسعه إلا رمضان، فإذا نوى فريضة ونوى صيام نفل ولا صيام نذر لا يقع إلا عن رمضان. هو هذا صحيح، لكن إحنا نحكي هنا على الوضع
النموذجي دائما في بيان الأحكام، ما دام أنت في رمضان وهذا صيام فريضة وهو الركن الرابع، فلما بتنوي بتحدد إنه صيام يوم غد من رمضان فرضا لله تعالى، لابد من أن يكون في النية رمضان. طبعا أنا بتلفظ بالنية تعليما، أما هي النية محلها القلب كما قلنا ذلك مرارا، وإن كان يعني يشرع التلفظ بها عند الشافعية خاصة لتثبيت الفؤاد إذا كان الإنسان عنده يعني وسوسة أو شيء من هذا القبيل، وإن كان الحنابلة يرون أن التلفظ بالنية من البدع، لكن مذهب الشافعي أن التلفظ بالنية مشروع وهي محلها القلب، ولا يكون مسنونا إلا في الحج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحنابلة يرون أن التلفظ بالنية بدعة ولا يكون مشروعا عفوا إلا في الحج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الحنابلة يرون أنه بدعة ولا يشرع إلا في الحج، والعمرة مثل الحج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاهر بالتلبية. الشافعية يرون أن التلفظ بالنية مشروع وليس بدعة، خاصة إذا لتثبيت الفؤاد، ولا يكون مسنونا في الحج والعمرة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، فواجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر، وهل يفتقر إلى نية الفرض؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق من الشافعية يلزمه أن ينوي صوم فرض رمضان، يعني لو قلنا أن النية تلفظ بها يقول اللهم إني نويت أن أصوم يوم غد من رمضان فرضا علي لله تعالى، هذا على اجتهاد أبو إسحاق الطبري من الشافعية رحمه الله تعالى. تمام. أما هم كلهم اتفقوا أنه لابد أن ينص في نيته أي المكلف الصائم على صيام رمضان. الآن هل يذكر قضية الفرض؟ عند بعض الشافعية لابد أن يذكر، قال لك لأن صوم رمضان قد يكون نفلا في حق الصبي فيفتقر إلى نية الفرض لتمييزه من صوم الصبي. تمام. وهذا كما ذكر محقق الكتاب هو الأصح عند الأكثرين. تمام، الأصح عند الأكثرين، يعني كأنه هو المعتمد للفتوى، أنه لابد أن ينص في نيته على ذكر رمضان، على ذكر رمضان وعلى ذكر الفرض رغم ذكر رمضان. وهل يفتقر إلى نية الفرض؟ أبو إسحاق من الطبري يرى أنه يلزمه أن ينوي صوم فرض رمضان، وهذا الذي عليه أكثر الشافعية كما قال الإمام النووي، يعني كأنه هو المعتمد للفتوى هنا. تمام. من الشافعية أبو علي ابن أبي هريرة، أبو هريرة ليس الصحابي، هذا من الشافعية، من الشافعية المتقدمين، يعني من تقريبا شيوخ الإمام الشيرازي، أو يعني من شيوخ شيوخه، قال لك لا يفتقر إلى ذلك. أبو علي ابن أبي هريرة قال لك لا يفتقر إلى ذلك، النية في رمضان نية الصيام لا تفتقر إلى ذكر الفرض، وإن كانت تفتقر إلى ذكر رمضان، نويت أن أصوم يوم غد من رمضان، هذا يكفي عند أبو علي ابن أبي هريرة. قضية ذكر الفرض ليس لها داعي. ليه؟ لأن رمضان في حق البالغ لا يكون إلا فرضا، فلا يفتقر إلى تعيين الفرض. قضية صيام الصغير ليس فرضا، ولتمييز صيام الكبير عن صيام الصغير نذكر كلمة الفرض، هذا أنا أرى أن فيه تكلف، فرمضان من صيام رمضان من الواجب المضيق، فرمضان لا يسعه إلا رمضان، وأي صيام ينويه المكلف خلال شهر رمضان يقع عن رمضان بغض النظر سواء نواه نافلة أو غير ذلك، يقع عن صيام الفريضة لأنه له الأولوية. واحد نذر صوم 3 أيام فصام في رمضان بنية وفاء ذلك النذر، فلا يقع صيامه إلا عن صيام الفريضة في صحيح أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم بالصواب. فطالما الأمر كذلك
فأرى أن الوجه المنسوب عند الشافعية في هذه المسألة إلى أبي علي ابن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله عفوا، فأعتقد أن هذا الرأي هو الصواب، فلا نريد يعني أن نتكلف أكثر مما ينبغي. النية محلها القلب ويشرع التلفظ بها، وهذه النية هنا لتمييز العبادات عن بعضها البعض. فما دام هو في شهر رمضان ونوى صيام يوم غد من رمضان، تمام، فسواء ذكر أن ذلك فرض أو لم يذكر، فهو في كل الأحوال سيقع عن رمضان. فإذا هذه النية التي لم يذكر فيها أنه سيصوم يوم غد فرضا فتجزئه، لأنه هو في رمضان الآن، يعيش زمان رمضان الذي هو صيام الركن الرابع من أركان الإسلام كما قال أبو علي بن أبي هريرة رحمه الله تعالى. لكن إن ذكر الفرض فذلك أمر حسن، يعني إن قال في قلبه اللهم إني نويت أن أصوم يوم غد من رمضان فرضا علي لله تعالى، فنيته هذه صحيحة تامة عند جميع الشافعية. لكن لو لم يذكر قضية الفرض فنيته صحيحة تامة عند أبي علي بن أبي هريرة رحمه الله تعالى، وهو الصواب فيما أرى، وإن كان خلاف ترجيح الإمام النووي كما ذكر لنا في الحاشية المحقق رحمه الله تعالى ورحم الإمام النووي. طيب، فإن نوى في ليلة 30 من شعبان، الآن يستطرد الإمام الشيرازي بذكر تفاصيل عن حالات متعددة لهذا تندرج تحت هذه المسألة، ويعني بعضها بحث مقبول وبعضها فيه تكلف كما سنرى الآن. خلاص، احنا قلنا تعيين النية، تمام، من الليل، والأفضل أن لابد أن يذكر الفرض، عفوا، لابد أن يذكر رمضان، والنية تكون في الليل، ولو زاد فذكر قضية أنه هذا صيام فرض فهذا أمر حسن، تمام، فنية في الليل مع تعيين رمضان ونية صيام وذكر أن هذا فرض، هذه أصبحت يعني نية جامعة ومانعة، جامعة لما هو مطلوب ومانعة من دخول غيرها من أشباهها فيها، تمام، فتجزئه إن شاء الله تعالى الكريم. الآن يخوض لنا في بعض الحالات، فإن نوى في ليلة 30 من شعبان فقال إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو عن تطوع، وكان من رمضان لم يصح. يعني إذا يوم ليلة 30 من شعبان بده ينام وما أعلنوا بعد في الإذاعة غدا رمضان ولا 30 شعبان، فهو قال ذكر هذه النية، إذا كان رمضان فأنا صائم عن رمضان أو عن تطوع، وكان من رمضان لم يصح. لم يصح هو لعلتين نستمع الآن للكلام. إحداهما أنه نقرأ الآن في صفحة 602، نقرأ الآن في صفحة 602، لأنه لم يخلص النية لرمضان، والثاني أن الأصل أنه من شعبان فلم تصح نية رمضان، ولأنه شاك في دخول وقت العبادة فلم تصح نيته كما لو شك في دخول وقت الصلاة. هو يكثر الإمام الشيرازي من القياس على أحكام الصلاة، وهذا أمر بالإجمال جيد. ليه؟ لأن الصلاة يعني أهم العبادات على الإطلاق، فهي عمود الإسلام وثاني أركانه، وليس الصيام من ليس الصيام صيام رمضان عمود الإسلام، وليست الزكاة المفروضة عمود الإسلام، فليس عمود الإسلام إلا الركن الثاني من أركان الإسلام اللي هو الصلاة، فشأنه عظيم. والصلاة لا تسقط عن المكلف بحال، لا بفقر ولا بغنى، لا بسفر ولا بمرض، لا بأمن ولا بخوف. والصلاة مطلوبة في كل يوم وليلة، وليست مرة في العمر
في السنة كصيام رمضان، وليست مرة في العمر كالحج إلى بيت الله الحرام، وكلها من أركان الإسلام. فلذلك القياس عليها صحيح في كثير من الأحيان، وأحيانا بيكون قياس مع الفارق. يعني بالإجمال مقبول القياس على أحكام العبادات على أحكام الصلاة، خاصة لاستيضاحها ويعني الوقوف على بعض تفاصيل أحكام تلك العبادات، لكن ليس دائما، فأحيانا بكون قياس مع الفارق، لأنه الصلاة لها خصوصيتها. الصلاة لها خصوصيتها، تمام، فهي أفعال إيجابية، أما الصيام امتناع ترك، يعني فعل سلبي، أن يترك الطعام والشراب، أما الصلاة أن يفعل، تمام، بده يذكر أقوال معينة، أفعال معينة، بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليمة إلى آخره. والزكاة عبادة مالية، عبادة، نعم، لكن عبادة مالية. الحج عبادة بدنية ومالية، تمام، وله خصوصيته أيضا، لأنه لابد أن يكون في مكان ما، في مكان، عفوا، محدد وفي زمان محدد. فلا شك أنه في قواسم مشتركة بين أحكام العبادات كلها، وهناك مقاصد للعبادات تجمعها، لكن ليس كل قياس فيما بينها يكون قياسا صحيحا، فقد يكون قياسا صحيحا وقد يكون من قبيل قياس مع الفارق. طيب، إذا هو قال لك إذا كانت ليلة 30 من شعبان ونام بعد أن نوى صلى العشاء ونام، ما كان قد أعلن في رمضان بكرة ولا ما فيه، فقال إذا بكرة رمضان فأنا صائم من رمضان، وإلا فأنا وإلا أنا صائم عن تطوع، فقال لك لا يصح عن رمضان. طيب، إيش اللي بيصح الآن؟ سيذكر تفاصيل ذلك. إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم عن تطوع، لم يصح لعلة واحدة، وهو أن الأصل أنه من شعبان فلا يصح بنية الفرض، لأنه هو أصلا المكلف موجود زمان أين؟ في شعبان. فالأصل أنه بكرة غدا إيش؟ 30 شعبان، وثلاثين شعبان ليس صيام فرض، من الفرض اللي هو الركن الرابع، الفرض صيام رمضان، وإحنا في شعبان وما زلنا في شعبان، فإنه يصوم هكذا بهذه النية لا يقبل منه، يعني، أو لنقل لا تصح نيته. طيب، فإن قال ليلة 30 من رمضان، يعني بالعكس، يعني هو أصلا في نهي، قبل أن نذكر الحالة الثانية، الصورة الثانية، في نهي عن صيام يوم الشك كما مر معنا. فإذا كان نام واستيقظ في الصباح وهو 30 من شعبان، فبنقول له يكره لك أن تصوم، يكره لك أن تصوم، والبعض قال حرام ذلك اللي هو يوم الشك. طيب، وإذا أذن العشاء ما قد أعلنوا إنه بكرة رمضان، فبنقول له إنه انتهى وقت الرؤية ووقت الإعلام، فإذا قبل أن تنام محكوم على الناس أنه غدا 30 شعبان، وثلاثين شعبان يعني منهي عن صيامه كراهة أو غير ذلك، فإذا خلاص ما في داعي لأن تصوم نية شك أو نية معلقة، هذا فرض، تمام، لابد أن تتمحض النية لصيام الفرض، ولدرجة أنه صيام أي نوع من أنواع الصيام في رمضان لا يقع إلا عن رمضان، تمام، لأنه واجب مضيق. فلذلك هذه النية المعلقة الممزوجة نيتين في نية ما يصلح، يعني واحد مثلا يعني وقف يصلي الظهر مش عارف دخل وقت الظهر ولا بعد، فقال في نيته أنه نويت أن أصلي 4 ركعات مثلا صلاة الظهر قضاء، إن كان الظهر لم يدخل بعد، وإن كان قد دخل وقته فهي حاضر، أو مثلا شاكك في طلوع الفجر، فقال إذا كان دخل المسجد، إذا كان الفجر قد دخل
فهي صلاة فجر، وإن لم يدخل فهي سنة تحية المسجد. هذا ما يقبل. الفرض لا بد أن يختص بنية خالصة له وبه لعظيم شأنه، ما يختلط بالمندوب وبالنافلة. ممكن تنوي نافلتين بنية واحدة، سنة الضحى مع سنة الوضوء مثلا، الله أكبر، ويجزئ. ممكن سنة تحية المسجد مع سنة الوضوء بنية واحدة ركعتين، لكن ما تكون صلاة الفجر فريضة مع صلاة سنة الوضوء مثلا إذا كان الفجر قد طلع، وإذا كان لم يكن قد طلع فهي سنة تحية المسجد. هذا لا يقبل، تمام. ونفس الشيء هنا، قال لك إذا بكر رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإذا غير رمضان فأنا صائم تطوع، ما يصلح. لابد أن تكون نية الفريضة خالصة، تمام، بها ومستقلة لتلك الفريضة، غير مختلطة بغيرها، لأن هذه النية التي تريد من الله عز وجل أن يقبل العمل بها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول حاجة أدبا مع الله لابد أن تكون النية محددة، وهذا من تعظيم شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مش يا رب إيش ما يقع اختار أنت على ما تريد، لا، بتعظيم الشعيرة بدك تذكر نية وتعقد نية خاصة بالفرد غير ممتزجة بغيرها، وليست معلقة بهذا أو ذاك. عبادة هذه لله وفريضة، فهذا من مقتضيات تعظيمها ومن مقتضيات حسن أدائها. والله عز وجل قال في محكم التنزيل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته، ومن حسن العمل أن تكون النية فيه واضحة، تمام، فيما سيؤديه العبد. يعني هي النية تكون بين يدي العمل، يعني قبيل الدخول في العبادة أو القربة، فكأنه عند تخاطب الله عز وجل أنه: يا ربي أنا أريد أن أفعل كذا تقربا إليك كما أمرت، تمام. وهذا من كمال الأدب مع الله عز وجل، أن تكون النية واضحة بينة، وأن تكون خالصة لما أنت ستؤديه من فرض، تمام. يعني ولله المثل الأعلى، الواحد الآن في الاختبارات لما بيقدم الاختبارات لابد أن تكون إجابته واضحة، مش بيكتب الكتاب كله بقول للأستاذ اختار أنت الجواب الصحيح مما كتبت، لا لا، هذا بدل على يعني قلة فهم وعلى عدم تركيز في الدراسة، تمام. من هذا القبيل يكون بحث مثل هذه الاحتمالات وهذه المسائل، والله تعالى أعلم بالصواب. فإن قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان ليلة الثلاثين من رمضان الآن، إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو مفطر، وكان من رمضان لم يصح صومه لأنه لم يخلص النية للصوم. ليه؟ لأنه قال أو مفطر، تمام. أما إيش الصواب؟ فإن قال إن كان غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن لم يكن فأنا مفطر، وكان من رمضان صح صومه لأنه أخلص النية للفرض وبنى على الأصل، لأن الأصل أنه من رمضان، لأنه إيه؟ لأنه أصلا في شهر رمضان، والآن سيخرج منه، والآن نحن في ليلة الثلاثين، ممكن بكرة يكون واحد شوال يوم العيد، وممكن يكون 30 رمضان. فإذا بده ينوي قبل ما ينام بينوي إنه يصوم يوم غد من رمضان إن كان رمضان، وإن لم يكن من رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. طلع لصلاة الفجر قالوا له الناس، أعلنوا إنه اليوم 30 رمضان وليس واحد شوال، فهو صائم ومبيت النية من الليل، تمام. قالوا الناس والله أعلن اليوم عيد وبدنا نصلي العيد بعد قليل، فهو نوى أن إن كان غير رمضان أن يفطر، والفطر لا يحتاج إلى نية مسبقة، لأنه الأصل أن الإنسان مفطر،
ياكل ويشرب، هكذا خلقه الله عز وجل في ليل او نهار. الصيام هو الذي يحتاج الى نيه من الليل ان كان فرضا او واجبا، والى قبيل الزوال ان كان نفلا. تمام. فاذا الصواب، فان قال ان كان غد من رمضان فانا صائم عن رمضان، وان لم يكن فانا مفطر، وكان يوم غد من رمضان صح صومه لانه اخلص النيه للفرض وبنى على الاصل. واضح الاساس هنا في بحث هذه المسائل اخلاص النيه. قلنا لابد في صيام الفريضه ان تكون النيه مبيته من الليل، والليل يبدا من غروب الشمس الى طلوعه قبيل طلوع الفجر الصادق. ثم لابد من ان يعين رمضان عن غيره ما دام انه صيام لرمضان، نتكلم عن صيام الركن الرابع. ثم الافضل ان يذكر انه فرض لله عز وجل. تمام. اذا حصل ذلك فهذه نية خالصة، يعني واضحة وبينة، وخاصة بهذا الصوم الفريضة اللي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وتجزئ صاحبها إن شاء الله تعالى. الآن بيأتي قضية البعد عن الرياء وإخلاص العمل كله لله، بأن يكون النية مطابقة لحقيقة ما قام به، إنه هذا الصوم صامه لله وليس رياء ولا نفاقا ولا طلبا لمدح ولا ثناء من أي من خلق الله عز وجل. تمام. فبتكون النية خالصة بما عقد في قلبه لله عز وجل عن ذلك تلك الفريضة، وخالصة أيضا لله بريئة وطاهرة من أي نفاق أو رياء. طيب، ومن دخل في الصوم ونوى، الآن نوى الخروج منه، هذه حالة أخرى لكن أيضا من مسائل النية، من مسائل النية، نوى الخروج منه بشكل جازم، يعني نوى في الليل أنه يصوم يوم غد. تمام. لما طلع في النهار الساعة مثلا الواحدة ظهرا نوى أن يخرج من الصيام، وأنه نوى أن الفطر، هو لما زال لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، فإيش حكم صومه؟ ونوى الخروج منه بطل صومه، بطل صومه. وهذا البطلان المشهور في المذهب أنه يبطل في الحال، إذا جزم بنية الخروج في الحال، فلو تردد في الخروج أو علق الخروج على دخول زيد فالمذهب لا يبطل وجها واحدا، وبه قطع الأكثرون. إذن عند جماهير الشافعية إذا نوى الصائم خلال نهار اليوم أن يخرج من صيامه فقد، ونوى ذلك جازما، فقد أفطر وبطل صومه، أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب، جامع أو لم يجامع. ليه يا معشر الشافعية؟ لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل. قال لك هذه صيام النهار وحدة واحدة وعبادة مستقلة متكاملة مع بعضها، زمانها النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا الذي نوى الخروج صار في عنده دقيقة أو أكثر منذ أن نوى ذلك الخروج من الصيام جازما بدون نية، قربة بدون نية. والحديث بيقول لك إنما الأعمال بالنيات، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير النية فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع، لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض. ما فيش عندنا في الإسلام فيما يتعلق بالركن الرابع اللي هو الصيام، صيام رمضان، ما فيش عندنا صيام بالساعة، ما في عنده واحد يصوم إلى العصر وبعدين يفطر فيكون له جزء الأجر، ثلثي الأجر أو ما شابه، أو تبرأ نيته من هذه العبادة جزئيا، يعني بيكون مطالب يوم القيامة بصيام ساعتين أو 3 ساعات. ما فيش حاجة من هذا القبيل، هي عبادة واحدة متكاملة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
تحتاج إلى نية تسبقها وجوبا إذا كانت إذا كان صيام فرض أو صيام واجب، ويمكن جوائزا تجاوزا كرما من الله أن تقبل عبادة الصيام اللي هي من قبيل النوافل وصيام التطوع إذا كانت النية في بعد الفجر إلى وقت الضحى، إلى وقت الضحوة الكبرى، إلى وقت قبيل زوال الشمس عن كبد السماء. تمام؟ أما الصيام بالساعة ما عندنا. يفطر ساعة ويصوم ساعة ما في. تمام؟ يفطر يصوم إلى العصر أو يصوم إلى الظهر بعدين يفطر ما في. فأي خلل في الصيام، أي هتك وخرق للصيام، فيبطل صيام ذلك اليوم كاملا. تمام؟ وبناء عليه إذا نوى الخروج جازما فقد صار في جزء من النهار بدون نية، وبالتالي بطل الجزء، وبطلان الجزء يؤدي إلى بطلان الجميع. ومن أصحابنا من قال، الآن إحنا في يعني وجه آخر عند الشافعية في هذه المسألة، قال لك لا تبطل عبادة الصوم بنية الخروج من الصيام خلال النهار. تمام؟ وهذا قال عنه الإمام النووي هذا الاجتهاد، وهذا هو الأصح عند الأكثرين. إذن في مشهور في المذهب في هذه المسألة أنه الخروج من نية الخروج من الصيام نية جازمة تبطل الصيام في ذلك اليوم، هذا مشهور لكن في هذه المسألة، لكن ليس هو قول الجمهور من الشافعية. مين اللي بيعرف الجمهور وغير الجمهور، المشهور وغير المشهور، الأصح والصحيح؟ محققي المذهب، وأبرزهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المجموع شرح المهذب. فبقول لنا في المجموع كما نقل عنه المحقق، وهذا هو الأصح عند الأكثرين، إنه نية الخروج من الصيام خلال النهار لا تبطل عبادة الصيام، لأنه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها، فلم تبطل بنية الخروج كالحج، والأول أظهر، لأن الحج لا يخرج منه بما يفسده، والصوم يخرج منه بما يفسده، فكان كالصلاة. على أي حال، الذي أراه والله تعالى أعلم هو قول الأكثرين من الشافعية في هذه المسألة، ما عليه جمهور الشافعية. وإن كان المشهور في المذهب أنه نية الخروج من الصيام إذا كانت نية جازمة تبطل صيام ذلك اليوم، وإن لم يأكل ويشرب أو يجامع، لكن الذي عليه جمهور الشافعية هو الذي أراه راجحا، أنه نية الخروج من الصيام وإن كان الخارج صائما لا تبطل صيام ذلك اليوم ما دام أنه لم يأكل أو يشرب أو يجامع عامدا متعمدا بعد، ونوى الفطر. تمام؟ لكن لم يفعل شيء من المفطرات، هذه النية لا تؤثر على صيام ذلك اليوم، والله أعلم، خاصة إذا عاد إلى صومه وترك نية الخروج منه، وفي كل الأحوال لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع. فلذلك حتى لا نفتح باب الوسواس، ولأن الصوم عبادة سلبية بمعنى فعل سلبي، ترك، أن تترك الطعام والشراب والجماع، وليس فعل إيجابي كالصلاة، أذكار وأقوال وأفعال مخصوصة بهيئة مخصوصة بشروط مخصوصة بأوقات مخصوصة. تمام؟ وليس كالحج أفعال، الصيام امتناع، يستطيع المكلف أن يصوم. تمام؟ ويحقق الصيام بدون أن يتحرك من غرفته إلا للوضوء والصلاة، هذا موضوع عبادة أخرى. لكن الصيام كصيام، مجرد أن ينوي الصيام من الليل ثم يمتنع بعد طلوع الفجر الصادق عن الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس، فهذا صيام صحيح. فالنية هنا، النية إذا اقترنت بمفطر من المفطرات فقد بطل صوم ذلك اليوم، إذا أكل أو شرب أو جامع أو إذا ارتد والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل مفطرات، فقد أفطر مع نية الخروج. تمام؟
أما إذا لم توجد هذه المفطرات فنية الخروج وحدها لا تكفي، بمعنى أنه إذا استمر بامتناعه عن الأكل والشرب والجماع إلى غروب الشمس فقد تم صومه، والله أعلم، لأنه في الغالب قد يرجع إلى نية الصيام. يعني ممكن يقول لك طب ما شربتش أنا ولا أكلت وقرب المغرب، فهل أرجع إلى صومي بالنية؟ بنقول له ارجع وصيامك مقبول وتقبل الله طاعتكم، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا ما عليه جمهور الشافعية، أن النية نية الإفطار وإن كانت جازمة لا يفطر بها الصائم ما لم يقترن بتلك النية أكل أو شرب أو جماع أو أي فعل من المفطرات اللي هي اللي خلال ذلك النهار، والله تعالى أعلم. شايفين كيف الآراء والاجتهادات؟ شايفين كيف تحقيق المذهب أمام كثرة الاجتهادات يأتي محقق المذهب فيبين المعتمد للفتوى. وقلنا مرارا انه المذهب ليس هو اقوال الامام المؤسس، سواء عند المذهب الشافعي او المذهب الحنفي او المذهب المالكي او المذهب الحنبلي او المذهب الظاهري. الامام المؤسس وضع القواعد وافتى في كثير من المسائل، وربما دون فقه بيده كما فعل الامام الشافعي رحمه الله تعالى، فسبق بذلك المذاهب الاخرى. لكن المذهب عبارة عن بناء عظيم، يعني ممكن نقول ناطحة سحاب، الذي أسسه وضع قواعده الإمام المؤسس، لكن الذي شارك في تشييده آلاف من فقهاء المذهب عبر التاريخ، من تلاميذ الإمام وتلاميذهم وتلاميذ من بعدهم إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري تقريبا. تمام؟ الآن أمام هذه الاجتهادات الكثيرة والمصنفات الفقهية الكثيرة جدا يأتي دور محقق المذهب في تنقية هذه الاجتهادات وبيان الاجتهاد الفقهي المعبر عن المذهب الذي يصنف أو عفوا يسمى عند الفقهاء بالمعتمد للفتوى. فلذلك إذا بدنا نعرف المعتمد للفتوى عند الشافعية بنروح لكتب الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهم الله تعالى، وبالذات الإمام النووي، وبالذات كتابه منهاج الطالبين. ولذلك شروح منهاج الطالبين المتأخرة تمثل المذهب الشافعي أيما تمثيل، وتمثيل الأدق. تمام؟ وكان موضوع التحقيق عند الشافعية منضبط أكثر من المذاهب الأخرى لأسباب عديدة، أبرزها أن الإمام المؤسس دون فقهه وأصوله بنفسه في كتاب الرسالة في أصول الفقه، وكان في كتابه الأم في مصر، فكان الطريق واضحا معبدا لدى تلاميذ الإمام ومن بعدهم منذ البداية. طبعا جاء تلاميذ الإمام ومن بعدهم أضافوا وصنفوا وكتبوا، لكن لما كثرت الأقوال والاجتهادات والمصنفات برز بعض المحققين خدموا المذهب خدمة عظيمة جليلة بتنقية الأقوال وتمحيصها وتحقيقها وفحصها وتدوين المعتمد المعبر للفتوى عند الشافعية في مصنفات مختصرات مثل منهاج الطالبين اللي هو من أهم كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى. على أي حال، إحنا وإن كان يعنينا أن نبين المعتمد للفتوى عند الشافعية في كل مسألة، وإن كان يعنينا أيضا أن نبين ما هو المعتمد للفتوى، إيش يعني معتمد سواء عند الشافعية أو عند غيرهم، أيضا يعنينا أن نبين الراجح من هذه الاجتهادات بناء على قوة الدليل الشرعي. فالراجح هنا اللي هو مذهب الأكثرين وليس المشهور. المشهور والمشتهر عند الشافعية وعند غيرهم أن الشافعية بقول لك إذا نوى الخروج بنية جازمة من الصيام فقد بطل صومه وأفطر، سواء كان أكل أو شرب أو جامع أو لم يفعل شيئا من ذلك. أما قول جمهور الشافعية وهو الذي أرتضيه يعني ممثلا للحكم الشرعي ها هنا، أن النية الجازمة بخروج الصائم من صيامه وإفطاره لا تؤثر على صيامه ما لم تقترن هذه النية بالخروج بفعل من المفطرات
بفعل ايجابي، ان ياكل او ان يشرب او ان يجامع او ما شابه ذلك. فان حصل فقد بطل، ان كان صيام فريضه فهو كان قد فعل ذلك عامدا متعمدا وليس مسافرا ولا مريضا ولا من اصحاب الاعذار، عليه القضاء وعليه الكفاره. اما ان كان صيام نافله فنقول له المتنفل امير نفسه. اما بناء على القول المشهور فاذا جاءنا واحد في نهار رمضان عصب على عياله وغضب عليهم ونوى بذلك انه خارج من الصيام، معنى ذلك انه الصيام بطل وهذا عامد متعمد وبالتالي عليه القضاء والكفاره، وهو لم ياكل ولم يشرب ولم يجامع، كل ما هنالك نوى الخروج من الصيام بالفطر لكنه لم يفعل فعلا ايجابيا من المفطرات. وهذا الموضوع ممكن يكون يفتح وسواس على الناس، فلذلك الاحوط انه النيه اللي نواها من الليل لذلك الصيام او حتى في النهار اذا كان نافله مستمره باثرها فاعله بحضورها وهو صائم بها لله عز وجل كما نوى، ووجود نيه اخرى تخالفها لا يؤثر ما لم تقترن تلك النية الأخرى بالخروج بفعل من المفطرات، فعل إيجابي. تمام؟ والله تعالى أعلم بالصواب، والله تعالى أعلم بالصواب. وصلنا إلى أسفل صفحة 602 ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمن. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا اللهم أعظمك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا الله يا غفور يا غفار يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا من عذاب القبر وأن تجيرنا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك بنا أجمعين، يا الله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.